السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله هنعرف دولار ترينداد وتوباجو. زي ما شايفين قدامنا 1 دولار باللون الأحمر، بعد كده قدامنا 1 دولار عليه شعار دولة ترينداد وتوباجو والعلم بتاع ترينداد وتوباجو على اليمين العملة، بعد كده 5 دولار باللون الأخضر، 5 دولار تريندادي زي ما شايفين، 5 دولار باللون الأخضر لدولة ترينداد وتوباجو، دي 5 دولار من الخلف. نفس الكلام، علامة مائية سودة على شمال العملة وتحتها عصفور طائر، وعلى يمين العملة علم ترينداد وتوباجو. بعد كده زي ما انتم شايفين قدامنا 10 دولار لترينداد وتوباجو باللون الرمادي، العملة كلها حديثة ازدواء سنة 2022. بعد كده 10 دولار الوجه بتاع العملة لونه رمادي زي ما انتم شايفين، علم ترينداد وتوباجو موجود في كل فئات العملة. دي 20 دولار باللون الوردي عليها علامة مائية طائر على يمين العملة وبعض الأبراج على الشمال. وجه العملة أيضا بنفس الشكل، طائر علامة مائية على شمال العملة وشعار دولة ترينداد وتوباجو في الوسط. ثم بعد ذلك 50 دولار ترندادي أو لدولة ترينداد وتوباجو باللون البرتقالي، عليها عصفور للكناري على يمين العملة وسيدة تتوسط العملة. وجه العملة هو نفس وجه كل الفئات، شعار دولة ترينداد وتوباجو والعصفور على شمال العملة. ثم بعد ذلك أكبر فئة في العملة الترندادية وهي 100 دولار زي الدولار الأمريكي بالظبط باللون الأزرق أو السماوي، 100 دولار لدولة ترينداد وتوباجو. وجه العملة زي ما انتم شايفين يحمل شعار الدولة وساق على شمال العملة. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الفيديو، شكرا لكم جزيلا.